عندما يستأذن الأحباب للوقوف على الأعتاب. يا سيد الأكوان، يا إمام أهل الشان، أستأذنك في أن أتجاوز قدري وأتعالى على مكانتي وأتطاول على حقيقتي، وأنا عبد مجهول يقف أمام عتباتك ليقول فيك قولا ولينشئ فيك مدحا لأنه يحبك. حديث حول النعمة العظمى والعطية الكبرى وأفضاله وخصائصه، الحبيب الذي شهدت له المخلوقات بالرسالة. في الوقت الذي يتنكر له أرباب العلم وأهل الكتاب من اليهود ومن النصارى أو من الذين من المشركين الذين سمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا، قد جاد رسول الله صلى الله. برنامج على الأعتاب مع فضيلة الشيخ طارق الحسين يأتيكم بإذن الله في الأوقات التالية.